قاعد يهدي يقول لك لازم السرعه تكون اقل من 50 لان اشوفه في زحمه وفي حوادث او مو بحوادث يعني في اي بالضبط بالضبط هذا هو الحادث اللي اتكلم عنه. لازم الان نحط هذه الاشياء على اساس ننبه الناس بس اول شيء نلبق. شوفوا الان هذه مهمه من جد يا عيال. طيب اليوم جايبكم الحلقة الثانية من محاكي الشرطة، بس قبل ما نبدأ خلوني أذكركم متجر نانو موجود تحت بالدسكريبشن. أوكي طيب اصبر شوية جالس أنا أقدم الحلقة. طيب لا تنسى تستخدم الكود اللي هو B20 عشان يخصم لك 10%. عندنا مهمة الحين في مركز الشرطة بالضبط. أوكي يلا. أوه في باب، تقعني بدي أدخل مع ذا الباب اللي والله أبن. أوه أوكي يختصر لي الطريق، شوف كيف اختصرت أم الطريق. هلا الطريق فوق. أوه هنا الحجز، والله نودي اجيب واحد اليوم هنا، ان شاء الله صيد واحد، ان شاء الله بنجيب واحد هنا اليوم. بس خلونا نشوف شو المهمة لانها موجودة في الدور الثاني. سريع. اوه المهمة عند المدير. اوه عاد والله انا اديت صح؟ في الحلقة اللي فاتت، اتوقع انه بيمدحني. هلا والله. هلا والله. دقيقة اسكت اسكت شوي، ما يديني سكتة عشان اترجم لكم، اصبروا شوي. معطينا يا عيال مهمة مرة قوية، يقول انه من اسابيع نبغى نحلها، فاكيد اني بقبل ام المهمة الحين، المهمة بعد 11 كيلو مستوعبين. يو والله مرة طريق طويل يا عيال، فالان حنا قدام اول مهمة ممكن تكون مرة مهمة، فهمتوا؟ والله من جد، مهمة يقول لك لهم اسابيع ما بتخلصوها، بس ما فهمت بالضبط وش هي، بس نحن بنروح يعني وبنشوف وش هي. يلا عيال والله تقريبا ورانا سفر من جد، 11 كيلو تقريبا برا المدينة اللي احنا فيها، والله لمشي 200 يا ابوي والله لو اوصل بسرعة. يوهو اوكي اوكي، اوكي لازم اركز في السواقة لأن لو صدمت كثير ترى السيارة تبدأ تخرب، والله يبي لي أطور السيارة بعد يا عيال عشان نصير نسرع. شوفوا هذه توصل لين 220 تقريبا، ها ها 220 اوكي جيد، بس تخيلوا نطور سيارة كذا والله اني شطفت شطفة بغيت اطير معه. يلا هانت يا عيال باقي 8 كيلو، 7 كيلو باقي، 6 5 4 3 2 1. والله لنزل يعني اوكي لف 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 دقيقة والله ما فوتها عاد. ماشي 12 كيلو عشان افوت اللفة. والله العكس الطريق بعد، طف المزعج. يا عيال يقول لك المشكلة موجودة على الجسر، وحنا الحين وصلنا للجسر اللي يعني مثلا 12 كيلو، ما في مركز شرطة ثاني، ما في لنا الشرطي الوحيد في المدينة. اوكي هذا هو المكان، في مشكلة هنا. دقيقة دقيقة هدي هدي ايوه، بس خلونا ناخذ الموقع، خلونا ناخذ الموقع. اوكي هو نزل من نفسه استغربت. اوكي اوكي وصلنا اخيرا يا عيال، والله اني ما فهمت وش يبيني، بس وش يبيني وش يبي فيني، بس اني يبغاني القى شيء هو، وهذا اللي فهمته الان انه يبغاني القى شيء. انت تنفعني بشيء طيب، انت ما منك اي فائده معي. لا تقول لي انها زباله. دقيقه يا شو، والله اني احس بي جاي من ذا عشان اشيل زباله، وش ذا الشرطي ذا؟ لا طلع انه يدور يعني في الزباله. اوكي هذه المنطقه اللي لازم ادور فيها. طيب اوه في اشياء هنا خلونا نحقق فيها. هنا ما في شيء يقول لك. هذا اللي وجدنا الشيء اللي ما ادري وش هو، بس انه يدورون. اوكي المكان يا عيال في ناس جالسين يدخنون ومدري وشو. اعطاني خيارين يا عيال، اني اسال عن شيء اتوقع، او اني اكمل في القضيه. اتوقع اني بكمل. اوكي خلونا نشوف وش نهايتها، يعني انا ابغى اعرف وش النهايه. طيب الجسر ذا كانوا في ناس ينطلون زبايل ويسوون اشياء ويدخنون ومدري ايش يسوون، فاحنا اتوقع لازم نصيدهم او شيء زي كذا، فخلونا نروح الحين. كيلو وين؟ قريبه قريبه او 3 كيلو تقريبا. فيلا بسم الله. لو تلاحظون مكتوب فوق المهمة اللي هو بنستجوب عامل المضخة او شيء، في عامل هناك يشتغل بنروح نستجوبه وبنسأله وش صار في على الجسر وش زي كذا عشان نعرف نحل القضية صح. اتوقع انه مكتوب مضخة او شيء بومب مدري وشو، اتوقع ان شاء الله نجلس نترجم صح عشان ما نحول على جوجل بعد شوي. وصلنا 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 يا عيال وصلنا. يبي لي الان دخول كذا. ايوه يا عيال المحطة. وي وين طرنا ولد؟ وين طرنا حنا؟ مخي مخي عل. اي هدي هدي شوي، ترى سيارة شرطة مو بسيارة باتمان. دقيقة دقيقة المحطة يا عيال، محطة البنزين.
هدي يا اخوي هدي، ايش فيها قامت تطير ذي؟ اوكي انزل انزل انزل. عامل المحطه اقول لكم يا عيال انا عليكم. اوكي من وين ادخل طيب؟ اه هذا هو، بسم الله. طبيعي انت وراه مجمد ذا. خلنا نشوف شو بيقول، نركز. هو يبيع يا عيال اللي هو الدخان ذاك اللي احنا لقينا اثره. اوكي اعطاني اياها. اوكي يا عيال خلونا نشوف. اوكي احنا الان لازم نجيب الشخص اللي تسبب، يعني شوفوا اصبر دقيقه خلوني اشرح لكم. في شخص شرى دخان وفي نفس الوقت سبب مشاكل على الجسر ذاك. اوكي اللي احنا كنا اللي بعيد اللي ب 12 كيلو. الله يقلعك 10 كيلو وبمشي يا الله. المهم خلونا نكمل لكم السالفه. فالان جاب لنا هو صوره من المحطه، لانه هو اصلا الشخص اللي خرب ووسخ شاري الدخان من المحطه ذي. فانا قلت له عطني صوره من كاميرات المراقبه وجاب لي اياها، وللاسف انه وجهه مو باين مره يعني في الصوره. والحين احنا بنمشي 10 كيلو ثانيه، ما ادري وش فائدتها، بس اتوقع انه بنرجع لمركز الشرطه. الله يعين، والله الله يعيني انا. لا لازم السياره والله لاجمع واطورها يا ابوي، لازم اجيب لي افضل سياره موجوده يا اخوي. وخري. السياره بتنفجر. المهم احنا لازم نصيد مجرم الان، والاول مره اتوقع اني بمسك واحد بوديه للسجن. والله لو اقدر اطقك يا شيخ. اوكي عالي رجعنا لمركز الشرطه عشان نعطي تعليمات للي هو المدير حقنا المصلع ذاك، لان تقريبا انا الحين يعني زي اللي جبت تقدم في القضيه، اني على الاقل جبت صوره للشخص مع ان الصوره مي بواضحه. خلونا نقول السالفه وش صار معنا، يلا يمكن هو عنده تحليل ولا عنده شيء، خلينا نشوف ايش بيقول. اوكي يقول ما عليك يقول لازم نوقف الجرائم ذي، ما عليك بضبطك انا. يقول لو صار اي تقدم في القضيه على طول تعال وعلمني وزي كذا. فيلا خلونا بسرعه احنا نروح، لان الان في مجرم حقيقي موجود يا عيال. وين غرفه جديده ذي؟ وش اربط جزمته، وش اسوي لامه ذا؟ يمكن اطلع من هنا. اوكي فهمت من هنا. اوكي يلا. هلا. 12 كيلو ثانيه يا اخوي ارحموني يا عيال، الحلقه كلها تروح طريق الزبده. يقول لك في مشكله واحتمال في حادث في المكان اللي قبل شوي اللي موجود عليه الجسر، فلازم نسرع الحين بسرعه لازم نروح، لان المكان نفسه ذاك جاي بلاغ انه في حادث، فخلونا نرجع. ذاك المكان كله مصايب، وكله طبعا بسبب المجرمين والعصابه اللي احنا جالسين ندورهم ذولي الحين، جالسين يسببون مشاكل. ما في فاست ترافل، تكفى قلن في فاست ترافل. دقيقه هذا انا ولازم اوصل وين؟ الله على الخريطة المعقدة. فاست ترافل يا عيال، والله في فاست ترافل. فاست يا ابوي تكفون. اي يا شيخ، مجلس ماشيين بالسيارة، شوفوا كم 4 كيلو صارت. كويس انك اكتشفت الفاست ترافل ذا بدري، يعني ما اكتشفته مثلا بعد 10 حلقات، كويس انك اكتشفته اليوم يعني. واو وش صار؟ يا عيال طلعني للقائمة، وش يصير في اللعبة اليوم؟ ورا رجعني لمركز الشرطة، والله اني ما ادري شو السالفة يا عيال. لا دقيقة. هو يقول لي ارجع مركز الشرطة مرة ثانية. دقيقة وش صار؟ وش فيك؟ ها؟ نفس المهمة يا عيال، تستهبل انت وجهك، ليش مرجعني؟ يوم سويت فاست ترافل. يا سلام، قال لي ارجع، رجعني غصب وقال لي تبغى تسوي المهمة؟ رجع يسألني مرة ثانية يخرب بيتك، والله العظيم لشوت كنت وياه، مرجعني عشان ترجع تسألني نفس السؤال. عاد المهمة من نفسها، أنا من يوم شفت السيارة تطير درت اللعبة بدها تخرف شوي. يا عيال ال 1900 اللي فوق هذه نقاط يمديني اقوي فيها الشخصية والسيارة واشياء زي كذا. مثل ما قلت لكم اول شيء بقويه اللي هو السيارة، لازم سيارة اسرع من ذي. معي 1900 اتوقع يبي لي ابو 5000 او فوق ال 5000 عشان نبدا نطور السيارة. وصلنا 300 متر 200 متر، خلاص قربنا. سريع ايوه بس فرامل. اوكي هدي. لازم نترجم لكم كلام، بسم الله. اوكي هدي يقول لك لازم السرعه تكون اقل من 50، لان اشوفه في زحمه وفي حوادث، او مو بحوادث يعني في بالضبط هذا هو الحادث اللي اتكلم عنه. لازم الان نحط هذه الاشياء على اساس ننبه الناس، بس اول شيء نلبق. شوفوا الان هذه مهمه من جد يا عيال، الان ننجز مهمتنا. شوفوا كيف الكراتين منطله. طيب دقيقه اوكي في عرض شكله حلو. عندنا الحين اكثر من مهمه، لازم نامن مكان الحادث بحيث يكون امن عشان الناس ما يجون وتصير حوادث وزي كذا، ولازم نصور مكان الحادث يا عيال. شوف يقول لك خذ صور المكان الحادث او الحادث اللي صار، فهمتوا؟ ولازم نشيل اللي هي الكراتين والاشياء هذه يعني اللي في الارض لازم نشيلها، حلو. ولازم نستجوب اللي هم الاطراف اللي صاروا بالحادث، وش سبب الحادث مثلا، وش صار وكيف صدمتوا وزي كذا، يعني اللي قافل. يعني لازم باختصار نقدم تقرير كامل عن الحادث. اوكي في سوالف واجد، سوالف مره واجد، تكفى يا شيخ. هذه كيف اخذ الصور، حلو. اوكي يا عيال الان شغل الكاميرا، نضغط مربع
طيب وش الاشياء الاساسيه اللي تبيني اصورها؟ ممكن تشرح لي يعني شو اسوي؟ مثلا اصور وجه خوينا. دقيقه قفل الكاميرا. قفل الكاميرا الحين. دقيقه، هذا وش هو؟ اول شيء يمديني اشيل الاشياء ذي. تيك، اوكي. ما شاء الله انا اللي انظف، والله العظيم ما شاء الله تبارك الله. حطها هنا، حلو. ايش الشرطي اللي يسوي كل شيء؟ على الاقل ساعدني انت. باقي اربعه، اوكي. حطها هنا على اساس نفتح الطريق للناس، ما نبغى نسوي يعني نعطل الطريق وزي كذا. الحين عرفت ليش يقول لي لو تبغى تطور الشخصيه، فمثلا احيانا يعني تحتاج انك تطور قوه الشخصيه والسرعه. اوكي، وانا ناوي اطور السياره، بس ظهر انه بغير رايي شوي. نصير نطور ذا الغبي ذا اللي جالس العب فيه انا. وهذا اخر كرتون موجود. حلو، خلصنا المهمه ذي. دقيقه، افتح الشنطه الان. افتح الشنطه عشان نطلع المثلثات ذي. والله شغل نظيف. نجي نحط الاول هنا. شوف، حط الاول هنا على اساس الناس تنتبه، والثاني هنا، والثالث هنا. يا الله، والله العظيم مهارات. ترى جالس انا اعزز وبس. بقى الصور. الصوره الاولى هذه، هذه صح؟ انا ما ادري، انا صورته بس. الصوره الثانيه كراتين. والله اني جالس الف يا عيال. دقيقه، اصور مين؟ خلوا الصور اخر شيء، خلونا نتكلم معه، نستجوبه. اوكي، الان باقي الصور يا عيال. هذا بس شرح طريقة الحادث وكيف صدم وزي كذا. الصور ما ادري هو يعني وش تبغاني اصور الحادث يعني؟ دقيقة، لا يعني وش تبغاني اصور طيب بالضبط؟ يعني ممكن تشرح لي؟ يمكن نصور ذا. واو، طلع نصور ذا. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية مثلا لو تكون من قدام. دقيقة، الصورة الثانية أكيد إنها بتكون العمود، لأنه هو هذا الطرف الأول، هذا الطرف الثاني. والله صح؟ لا لا، ما جاني شيء. دقيقة، صور. واو يا الحبيب يا أخوي، شو الصورة اللي تبي؟ الله يقطع أبو كاميرتكم. والله لو ما تضبط الحين. إيه يا شيخ. أوه، خلصت المهمة. أوكي ممتاز، بسم الله. وين اختفوا؟ صار معي 4000. والله جيدة الـ4000 الصراحة. اوكي، رجعنا مركز الشرطة لاني بشوف وش الخصائص اللي اقدر اطورها على الاقل. خلونا نطور كم خاصية بعد المهمة الطويلة اللي لعبناها اليوم. والله تصدقون، لا مهمتين لعبت، ايه نفس الحلقة اللي فاتت، مهمة الحادث ومهمة الجسر. بس الحين خلونا نشوف يمديني اطور شيء. اوكي، خلونا نشوف اللي هي السياره. في سياره ثانيه يمديني اشتريها، شكلها اسرع. والله اشتري امها، شفتوها اللي صارت عندي في السطر الثاني تقريبا. حلو، خلونا نشتري لنا كوفي ماشين يا عيال، حقت كوفي يعني عشان نشرب شوي. طيب هل السياره الجديده تجي الحين ولا وش السالفه؟ خلونا شيء. الا هذه هي، متاكد هذه هي ولا وش السالفه؟ اتوقع ان هذه هي السياره. دقيقة، لا ما يمديني اركبها. اوكي، بنشوف موضوع السيارة في الحلقة الجاية يا عيال. مهمتين اليوم حلوة، مهمة الأولى على الجسر، والمهمة الثانية مهمة التريلا، والحمد لله قدرنا نحل الموضوع بسهولة. فإن شاء الله عجبتكم المهام اللي في حلقة اليوم، واليوم برضو طورنا السيارة، وبنشوف شو موضوع السيارة إن شاء الله في الحلقة الجاية. وفي مهمة قريبة من عندي برضو بنلعبها إن شاء الله على طول في الحلقة الجاية. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، بس لايك والاشتراك، مع السلامة.